أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء عطلة الربع الثالث، أسبوع الأولاد يعطلوا فوق 50 يوم اللي هم معطلينها، في عطلة أسبوع اللي هي بتيجي العطلة بعد الربع الثالث. ضل الربع الرابع الأخير من العام الدراسي، فهي بتبلش المفروض اليوم آخر يوم بتبلش، يعني هذا بلشت العطلة آخر يوم. ليش مش عارفة، يعني آخر يوم المفروض للدوام الطبيعي اللي هم طلابنا يروحوا فيه على المدارس، وتنتهي مشكلة إضراب المعلمين على خير، وتنتهي مشكلة أزمة التعليم على خير، هيك يفترض. يعني كمان هذه الأزمة اللي مستمرة حتى هذه اللحظة تستمر أيضا من خلالها المبادرات. آخر مبادرة طرحها المجلس الثوري لحركة فتح، طرح مبادرة، وإحنا أي مبادرة تطرح على الطاولة من أجل الوصول إلى حل بنحكي فيها كمان، ومنحاول إنه نسلط الضوء عليها. المجلس الثوري لحركة فتح قدم مبادرة جديدة لإنهاء إضراب المعلمين الفلسطينيين اللي مستمر من شهرين تقريبا في المدارس الحكومية، تتضمن عدة بنود بدنا نحكي فيها اليوم. لكن جاء رد سريع على هذه المبادرة من قبل المعلمين اللي رفضوها بصيغتها الحالية، بمعنى يعني ممكن إذا صار حديث أكثر في هذه الصيغة ومفاوضات أكثر مع المعلمين، ربما إنه يكون في هناك حلول في هذا الموضوع. رح نعرف أكثر ما هي هذه المبادرة التي قدمها المجلس الثوري لحركة فتح، على ماذا شملت بنودها، ما هي تفاصيلها، بماذا تختلف أيضا عن مبادرة المؤسسات اللي أيضا وقعت عليها الحكومة العام الماضي. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي للحديث أكثر عن هذه المبادرة عضو المجلس الثوري لحركة فتح الأخ بسام زكارني. صباح الخير لإلك، كل عام وأنت بخير. صباح الخير وكل عام وأنت بخير أختي ريم، لك ولكل المستمعين. تحياتي لإلك. يعني قدمت في المجلس الثوري مبادرة جديدة لإنهاء إضراب المعلمين الفلسطينيين، وإحنا بنعرف الجميع بيحاول اليوم من كل الفئات ومن كل خلينا نحكي الجهات يعني التدخل، بذل جهود معينة من أجل إنهاء هذه الأزمة. احكي لنا أكثر عن تفاصيل هذه المبادرة أخ بسام، يعني على شو شملت وبناء على ماذا جاءت، يعني لما عملتوا هذه المبادرة مين الأطراف اللي شاركت فيها؟ شكرا أختي، يعني هاي فرصة أن نوضح لأخوتنا المعلمين، خاصة أنه إحنا مقبلين على كارثة تمس الشعب الفلسطيني لها علاقة في حرمان طلابنا من تقريبا أكثر من 52 يوم إضراب، والعام الدراسي مهدد الآن، التوجيهي تقريبا انضرب، وبالتالي مطلوب من كل القيادات من كل الفصائل من كل المؤسسات أن تبذل جهد لإنهاء هذه الأزمة، وبالتأكيد الحفاظ على حقوق المعلم وكرامة المعلم، و يعني تقدير الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن هناك جهد مستمر منذ أسبوعين، وشخصيا أنا متابع، وقبل بداية الإضراب كان هناك جهود وتواصل مع أخوتي المعلمين اللي بتربطنا فيهم علاقة بالفعاليات والإضرابات منذ العام 2016 حتى اليوم. وقدمنا مبادرات صراحة في بداية قبل بداية الإضراب وأثناءه وآخرها هذه المبادرة، ولكن كان هناك يعني لم نوفق سواء من بسبب رفض المعلمين أو رفض الحكومة. المبادرة الأخيرة بعد التشاور والتنسيق مع معلمين، يعني لأنه الحراك أو من يقود المعلمين مش معروف لنا، فإحنا نجتهد ممن يقودوا قادوا الإضراب في 2016، من اللي بنشوفهم شو بكتبوا على الفيس. يعني أنتوا جلستوا معهم مع المعلمين؟ أنا يوميا معهم. هذه المبادرة سطر سطر يعني كتبت بأقلام المعلمين، ولكن تبناها المجلس الثوري، ويعني هذا الجهد يعني ما بقول انه جهد لاحد في المجلس الثوري، بل هو جهد تراكمي
ليه؟ الأساس فيه هو المعلمين، يعني إحنا مطالبهم هم اللي بيعرفوا، ولكن محاولة تكييفها وإنه هذا بيمشي وهذاك بيمشيش وحكينا بهذا الموضوع، وبالأخير استقرينا على إشي اللي يكون فيه يعني الحفاظ على كرامة المعلم وحقوق المعلمين قدر الإمكان. وصلنا لهذه المبادرة، والمبادرة على حتى نقول بشكل واضح حققت بالنسبة، يعني أنا بحكي كنقابي حققت شيء لم نحققه. طب احكي لنا بنودها إذا ممكن أو تفاصيلها أخ بسام. هذه بنودها بشكل واضح، إحنا بنركز على موضوع اللي هم المطالب اللي حكوا فيه ما يتعلق بديمقراطة الاتحاد. إحنا رح يكون اتفقنا أن يكون هناك عقد مؤتمر للمعلمين خلال مدة 3 شهور، انتخابات ديمقراطية وبحد أقصى 1/9. في ناس بيقول لك إحنا بنقدر نخلصه قبل نهاية العام، يا سيدي خلصوا بأسبوع. يعني ما عندنا مشكلة، بس أنا كنقابي بقول عادة اللجان التحضيرية والتسجيل والتنسيق ممكن ياخذ له، بس إحنا كمان مشان نشد على الجهات اللي بدها تكون بهذا الموضوع أعطينا سقف زمن إلى 1/9. الموضوع الآخر اللي هو موضوع ال 15%. ال 15% قلنا إنه راح تكون 5% بهذا الشهر مع الخصومات اللي تمت على المعلمين المضربين. وطبعا هذا الموضوع مش في المبادرة اللي بدي أحكي لك إياها هلا، بس رئيس الوزراء والحكومة أعلن إنه شهر رمضان راح يكون راتب كامل، بمعنى المعلم راح يأخذ هذا الشهر راتب كامل بالإضافة لل 5% كاملة. ماشي. فالدفعة الثانية راح تكون بشهر 6، 5% بشهر 6. كمان ال 5% ممكن يأخذ 80% من الراتب، تدخل على راتبه ماشي، بتصير من مكونات الراتب بأخذ 80%، بمعنى إنه ما خدش ال 5% هي دخلت على الراتب. هلا هاي اللي عملت إشكال مع المعلمين، لأنه يعني بيقولوا تكتمل عندما تنتظم الرواتب، بنفهمهم بنقولهم أنت عندما تأخذ النسبة في شهر 6 وبشهر 10 أنت بدخل الخمسة في المية بصيروا طبعا 10% دخلوا، بشهر 10 تكتمل بصير دخل 15%. بيكون الخمسة في المية أخذناهن بأثر رجعي من 1/1، بضل عنا الخمسة في المية اللي بشهر 6 والخمسة في المية بشهر 10 بنأخذهم كجزء من الراتب. إذا قبضنا كامل الراتب بكون أخذنا الخمسة عشر في المية بالشهر 10. إذا ما أخذناش رواتب كاملة بيكونوا دخلوا بجزء من المستحقات. ففي ناس بيلعب على كلمة بيقول لك إحنا وفيها محطوطة ملغومة بحاول يقلل. على كل هذا الموضوع يعني إحنا كمجلس ثوري ما جايين نلعب، إحنا تعاملنا مع المعلمين وحطينا كل حرف، يعني كانت إضافة بس في المقابل إنه يلتزم المعلمين بإنهاء الإضراب وانتظام عملية التعليمية، يعني على الفور ينهوا الإضراب إذا وافقوا. نعم طبعا. هلا خلينا مشان نعرف الخطوات. هذه مبادرة، الآن هذه المبادرة مطلوب من المعلمين الإجابة عليها. بعدها بيكون مؤتمر صحفي، بيكون أمين سر المجلس الثوري الأخ ماجد الفتياني مع الحكومة، مع راح نجيب مؤسسات وشخصيات حتى تكون كمان كلها توقع على هذه الاتفاق، لأنه ما في إحنا طرف من المعلمين راح يوقع. إحنا نتعامل مع يعني قيادات غير معلنة، فبالتالي راح يكون المجلس الثوري مع مؤسسات مختلفة توقع الاتفاقية في حال أعطانا إخوتنا المعلمين الموافقة. طيب أستاذ بسام، أنا من خلال متابعتي على مواقع التواصل الاجتماعي ردود المعلمين على المبادرة، هم قالوا بحاجة إلى تعديلات جوهرية، مستعدين للتفاوض يعني والجلوس والحديث في هذه التعديلات، يعني هم بيطالبوا بأنه يكون في تنفيذ لكل بنود الاتفاقية اللي تم توقيعها العام الماضي مع الوزارة ومع جميع الأطراف من المؤسسات، اللي هي كمان تتعلق بصرف راتب كامل وعلاوات مالية مستحقة وتشكيل نقابة منتخبة. يعني هي مبادرتكم اشتملت أكثر شيء على موضوع ال 15%، صحيح؟ يعني ركزت على هذه النقطة تحديدا. لا ركزنا على كل القضايا مشان يكون بصورة. أولا احنا كان امبارح حديث بينه وبين أمين سر المجلس الثوري الأخ أبو العبد، وهذه الملاحظات أنا نقلتها له. قال باب المجلس الثوري دائما مفتوح لكل أخوتنا المعلمين، يتفضلوا وين ما بدهم
للنقاش سواء وافقوا على المبادرة أو غير لم يوافقوا. يعني باب النقاش مفتوح للحديث عن راتب كامل المستحقات مهنة. خلينا أوضحها. خلينا أوضح هذا الأمر. فضل. باب المجلس الثوري مفتوح لكل أخوتنا المعلمين فيما يتعلق في المبادرة، لا الحكومة ولا المعلمين يستطيع إضافة سطر حرف عليها. هذه المبادرة تنأخذ زي ما هي أو تنرفض للطرفين، أو بنفتح يعني مبادرة جديدة للثوري أو للفصائل أو لمؤسسات أخرى. يعني أنتوا على بنود هذه المبادرة تحديدا ما فيش تعديل أختريم؟ ليش ليس ديكتاتوري أو فرض من المجلس الثوري على الأحد؟ نحن نخوض من 14 يوم إلى أكثر أو مع قيادات المعلمين كلهم شاركوا فيها، فأبدو الملاحظات اللي قدرنا نمشي مشيناه مشى، واللي قدرنا هلا احنا عصرنا الوضع كله ومشينا هذا الموضوع بالعكاز زي ما بقول، لانه بصراحه الوضع خطير. طب يعني الحكومه وافقت على هذه المبادره؟ هلا هذا الموضوع اللي بيضل المعلمين بدون هذا الامر متروك لنا. دقيقه الان يحكي معك حدا يعطيك جواب، انا بعطيه الجواب رأي الحكومة، لأن الحكومة طلعت في مبادرتين. ما فهمت على جوابك أخ بسام، يعني مين يحكي معي قصدك؟ المعلمين يصدروا سواء بيانهم الحراك. المعلمين أنا رح أفتح لهم المنبر بعد ما تخلص حضرتك نسمع رأيهم في المبادرة، ما فيش مشكلة، بس أنا قصدي الحكومة أعطتكم رد على هذه المبادرة كونها تلزم الطرفين، هي صحيح؟ أعطتكم رد ولا رفضت المبادرة؟ أخت ريم أنت بتعرفي أن المجلس الثوري شو بتكون؟ أعضاء اللجنة المركزية ورئيس الحركة وكل أعضاء الثوري. يعني الدكتور محمد شتاية هو عضو مجلس ثوري، فبالتالي نحن لدينا دالة على الحكومة عارفينهم. إحنا هذا الموضوع يعني موافقة الحكومة كونه عضو مجلس ما الحكومة لم تعلن. انت الان المعلمين وافقوا على المبادره، احنا بنعطيهم جواب مباشر. المعلمين مباشره اصدروا بيان قالوا انها بحاجه الى تعديلات جوهريه ومستعدين يعني رفضت من قبلهم، معناته ايوه طبعا رفضت من قبلهم اذا ما في تعديلات. نعم أختريم، انا بحكي استغربت انه الحراك عبر اخونا ادم وكل التحيه بغض النظر معلم انه ما اعطى، يعني خلال نص ساعه عمرك شفتي حراك بقود معلمين بده يتشاور؟ بخلال نص ساعه اعترفت، وانا كنت اتمنى انه يدرسوها خلال 48 ساعه. نعم. بهذا الانجاز، وانا بقول لك هذا الانجاز لم نحققه كنقابات مع كل الحكومات مجتمعه بكل تاريخنا العمل النقابي. هلا اللي بده يجي يحط المطالب كل واحد عامل لهم مطالب الحراك والانجاز مبادره الثوري، لا، كل اللي موجود فيها مش صحيح. احنا اللي حققنا لهم بالإنجاز وفق نظري كنقابي ما لم تحقق النقابات في كل عملها خلال الفترة السابقة. نحن كاتحاد معلمين بكينا في سابق مع أخنا جميل شادي ونقابة الموظفين، فبالتالي نحن نشعر أنه له قيمة كبيرة. هلأ ما حققنا كل المطالب، هلأ اللي بتحدث عن غلاء المعيشة هي لكل النقابات، اللي بتحدث عن المهنة هذا موضوع بحاجة لفهم حتى عند المعلمين. سيقرر مؤتمر اتحاد المعلمين، لأنه إذا تحكي عن مهنة التعليم هو بدهم يفهموها انه فيها عليها خلاف حتى عند المعلمين. ممكن تكون سلبيه، انت فاهمه كيف؟ فلهالسبب انت كلمه المهنني في ناس يقول لك طب فسر فيها، انا ما كنتش انا يعني بالحوار ما فهمت انه انت بتضر النقابات المهنيه. بحكي لك نقابه الان ليس لها الحق في العمل النقابي بالامور المطلبيه، النقابه المطلبيه العماليه اللي هي المعلمين الموظفين، بس عندما نقول احنا نقابه المهندسين او نقابه الاطباء هي للعنايه في المهنه، يعني للحفاظ على صوره مهنه الطبيب، اذا طبيب اخطا بيسحبوا شهادته، اذا واحد قصر مع مريض بيتعامل معه الشهاده اذا ما اكتملتش من الجامعه بيعطوها باعتراف او معطوه، المهم هي قصه بدنا نفتحها بالمستقبل. طيب المهنه بحاجه لحوار للمعلمين، الانتخابات هي قرار للمعلمين، لا قرار إلنا ولا لا قرار لحد، احنا راح نضمن. يعني انت بتقول المهنه والنقابه او الانتخابات يعني بعد ما يفكوا الاضراب هاي لقدام ممكن يحققوها من خلال هو لكل النقابه بشمل الموظفين والمدنيين والعسكريين، هذا بده حوار كبير في اللحظه. هلا احنا ما بدي ادخل معهم انا مش حكومي، انا مع المعلمين. طب انا سؤالي مره ثانيه لك، هل سالتم الحكومه عن رايها بهذه المبادره؟ أخت ريم تقوليش إن رئيس الحكومة عضو مجلس ثوري يعني بيكون حاضر
يعني بيكون حاضر، كان حاضر معكم في صياغة هذه المبادرة. عضو مجلس ثوري، كل عضو مجلس ثوري موجود هو شارك في المبادرة. فبالتالي القضية اليوم مش بدنا احنا كل يوم يطلع مبادرة وانه والله هم يعني بخمس دقائق رفضوا المبادرة. الآن إذا اكتفت المبادرة، إذا المعلمين ما قبلوها، لا داعي للخوض مع الحكومة. لكن نحن كمجلس ثوري أعلى سلطة للحزب الحاكم، لازم يفهموها. عندما يقرر نفرض، يعني قصدك تقول في حال المعلم قال أوكي الحكومة أنتوا ضامنينها، مش احنا ضامن، احنا بنفرض، ها احنا بنفرض على الحكومه، بس احنا ما بنفرض على الحراك ولا بنفرض على المعلمين. فهمت وجهه نظرك. تمام. طيب اهم بندل اذا طلع كمان ريم ليك هذا الكلام، تفضل. هم بيعلنوا، طلع قديش انا مستنيهم، هم بيعلنوا اليوم احنا خلال دقيقتين تتصلي علي، انا مكلف ان المجلس الثوري اني اعلن موقف الحكومي، ماشي؟ تمام. فلسبب هذا الكلام. اثنين، كل يوم بيطلع لي واحد بيقول لك هذه المبادرة مش للمجلس الثوري، هذه المبادرة يا حبيبي انت واثق عليها وبدك تشوف امين السر مع رئيس الوزراء مع الهيئات الموجودة اللي شاركت مثل الهيئة المستقلة وشخصيات من القيادات الفصائل، بدهم يكونوا واقفين كلهم في مؤتمر صحفي ويوقعوا على اتفاقية مع ضماناتها بالكامل. اما ما كل واحد يجي مبادرة ريم العمري ولا مبادرة بسام، هاي المبادرة ما عجبتك بعدها مشان نروح نجيب لك موافقة الحكومة أو لا. بعدها بتصير المبادرة ماشي أو مش ماشي. اللي بيصير بدي أقول للمعلمين، إذا تمت هذه الموافقة مثلا، كان أنا بإمكان أسمع زي ما أنت تفضلت أختي أن يقول الحراك إنه أنا هاي المبادرة أنا موافق عليها، ولكن ينقصها مثلا إنه يخرج المجلس الثوري مثلا المؤتمر صحفي، ممتاز. إنه يطلع الأمين السري يحكي، ممتاز. انه نضيف عليها هذا السطر، يعني اللي طب ليش ما بدكم يصير في عليها تعديلات؟ ليش بترفضوا انه يكون في تعديلات عليها؟ يعني اذا لانه ايش؟ لانه يا اختي ريم، اللي بيحكوا فيه المعلمين يعتقدوا انه اللي احنا تواصلنا معهم ما حكوا، طب ما هم حكوا بغلاء المعيشه، حكوا بعوده صامد سنوبر ورجاء لحلوح وامين الصوص، حكينا ب 50 مطلب اللي بيعرفوه النجم واللي بيعرفوه وين. طب ما انا جزء من انا اقول لك لو ما اجاش ولا معلم ما تزعلش مني، انا بالنسبه لي بعرف كل مطالب المعلمين، يعني ممكن انا اطرح كل القضايا. يا عمي الوضع الان في ظل الازمه الماليه وكورونا وكل معاناه الحكومه، امكانيه دفع الرواتب مش موجوده. طب هو انا يعني بديش الراتب مكتمل؟ طب بديش انا انتظام الرواتب بشكل كامل؟ طيب بديش غلاء المعيشه من 2013؟ في 1000 مطلب. احنا اليوم عملنا للحراك انجاز. طيب فيش حدا، طلعي ريم، فيش حدا بالعمل النقابي باخذ بالضرب القاضي. انجازات تراكم. انا بقول لك شفت المعلمين بدي احكي لك اياها، وهذا الكلام ليس يعني تقدر انت تستطلع. 80% من المعلمين ايدوا المبادره وتحدثوا انه شو الضمان لتنفيذ، خلينا نحكي في حال تم الموافقه على مبادرتكم، شو الضمان على تنفيذها؟ علما انهم وقعوا مبادره العام الماضي ولم تنفذ بنودها، كان ابرز بنودها صرف علاوه ال 15% مع 1/1/2023، في مبادرتكم انتم قسمتوا ال 15% على يعني كل مع راتب شهر اكتوبر ومع راتب شهر حزيران، خمسه هون وخمسه هون ومع راتب هذا الشهر. خلينا نحكي قالوا نعم، شو الضمان انها هذه ال 5% راح تنزل مع راتب هذا الشهر راتب حسينان وراتب أكتوبر لا تتضمن العلاوة 15% بأثر الرجعة؟ صراحة هذا حق الجميع يسأل شو الضمانة، لأنه أولاً عندما توقع الحكومة على هذه الاتفاقية بحضور المجلس الثوري وكراعي وبعض المؤسسات، هذا الكلام إحنا بنكون جزء من حراك المعلمين وجزء من نشاطهم بالمستقبل إنه نقف معهم. لكن أنا أكثر من اتفاقية موقعة من الحكومة، يعني انت اذا بتقولي لي بدي اعطيك شك، اجي اقول لك والله انا هلا رفيق، ساعتها بدا القانون انت معك توقيع، راح تاخذ توقيع بحقك كامل وراح تكون من مين التوقيع؟ من الحكومه بدها توقع، يعني هي وقعت الحكومه يا اخي بسام العام الماضي. طب اذا انا ما بقدر اقول لهم، يعني انا يعني الضمانه مش اكيده، ما في ضمانه يعني ولا كيف؟ سياده الرئيس حكى بال 2016 انتخابات ديمقراطيه لليوم ما صارتش، ماشي، وهو قرار رئيس، انا ما بقدر تضمن ما اسمعني، أنا ما بقدر أجي أقول لا أنا طلع شو فيما يتعلق
فيما يتعلق انا شخصيا بحكي الان مش بحكي كمجلس دوري، انا شخصيا بضمن كل بنود الاتفاقيه مع الحكومه، الحكومه يعني بعرف انه شو اللي بدها تعمله وما في لعب في البنود اللي حكيناها، بضل عندنا واحد شيء واحد في فلسطين اللي انا ما بحط بضمنه اللي هي ان تجري عمليات الانتخابات بطريقه ديمقراطيه. يعني انه هاي شغل المعلمين يدافع عنها يوم يقعدوا في مؤتمرهم، لانه بصراحه العمليات اللي قاعده مع تصير مع النقابات هنا جزء من الحاله يعني مش عمالها بتمشي تمام. اوكي هذه الفصائل بيروحوا يعطوا محاصصه، بيروح بيعطوا امرار بطريقه مش مقبوله لي انا شخصيا يعني بحكي وهذا بعيدا عن المبادره. اما فيما يتعلق في بنود الانجاز الانتصار العظيم للمعلمين اكلهم انا شخصيا وبغض النظر بجوز معنا ظل ساعات يا افريم لموضوع المبادره ليش طبعا هلا بفسر لك اياه وهذا اكثر قديش ضل قديش ضل يعني ضل لنهايه اليوم ليش الحكومه ستحتسب الرواتب واعتقد وانا ما بقدر اعلن عن الحكومه انها راح يكون في اجراءات يعني مش راح مثلا ياخذ اجراء انه مش راح ينزل رواتب للمعلمين المضربين وراح ياخذوا بجوز اجراء بحق الهض. هذا موضوع برد عليه المعلمين نفسهم. قصدك انه ممكن يكون في اجراءات من قبل الحكومه 99 هذا بحكي لك شخصي انا ضد المعلمين المضروبين؟ نعم هناك اجراءات لمح لها وزير التربيه قال سنطبق القانون ومن خلال انا يعني تقديراتي ومتابعاتي وانا ما بعلن انا نقابي لكن انا بقول انه راح تكون اجراءات هذه الاجراءات ممكن توقعنا كشعب فلسطيني في ازمه وهذا هذا سيؤدي الى تعميق الازمه. المجلس الدوري ادرك خطورتها وتحرك. السبب بقول لك ليش انه ضغطنا احنا على كل الاطراف ضغطنا انه نمرر هذا الموضوع. يعني في خصومات قصدك؟ في خصومات القادم خطير. في خصومات قصدك؟ شو المقصود بخطير اخي بسام؟ راح يكون في خصومات على المعلمين باعتقادك؟ انا ما بقدر احكي انا ما بقدر اصرح عن الحكومه بس بقول لك عندما يكون وزير التربيه انه أنا بدي أتخذ أطبق الإجراءات على القانون والبصمة لا تعني دوام ماشي وأنا عندي مصادر شخصيا إنه في إجراءات إنه مش راح ينصرف بجمعوا أسماء إنه مش راح ينصرف للمضربين كامل الراتب يعني مش راح يقبض المعلم ماشي إذا هاي تخلق أزمة في البلد وأنا شخصيا ضدها ولا أتمنى أن الحكومة أن تلجأ لهذا الموضوع ونحن في المجلس الدولي جميعا نرفض هذا الحكي لكن أنا ما بقدر أوقف على الحكومة أمنع إجراءاتها وتعاملها لهالسبب المبادره ليش احنا قلنا لهم مش ما في وقت يعني احنا جمدنا مثلا من الاشياء اللي بتعطيك اياها ثمانيه احنا جمدنا الان احتساب الرواتب ليوم الخميس اليوم ماشي مشان نقدر نعمل مع المعلمين حلول عشان هيك انت اعلنت انه اليوم اخر يوم عشان هذا انا بالنسبه لي بقول لك اليوم يعني بجوز يعني اليوم بكون اخر يوم هلا اذا بجوز بالجمعه وبالسبت بكون ما في دوام بس انتم مشتركين للمعلمين خيار الا يا بتقبل يا بترفض يعني حتى بقول لك على موضوع التعديلات على موضوع اجلسوا معهم شو المشكله النقطه انا بقول لك احنا فوق ال 14 يوم تفاوض مع كل المعلمين هو كل ما اتصل لو عندهم اذا كانوا بيفرزوا ها اذا بيفرزوا قيادي لهم تيجي تقعد على الطاوله تسمع اللي سمعناه احنا من الاطراف المختلفه وعندها تفويض لانه بجوز يجي يقعدوا ممثلين للحراك كله بدناش ال 15 هذا بس انتم ما عندكم ممثلين احنا مثلناكم وفاوضنا بالتعاون معكم مش انه سكرنا اليوم الباب احنا الباب بقى مفتوح 14 يوم اخذنا كل الملاحظات الان انجزت قولوا تاخذوا جواب فورا ما تكون ترجعوناش على الصفر اللي بده يرجعنا على الصفر وبده يحقق كتله بالضرب القاضي كل مطالب المعلمين فهذا ليس له خبره بالعمل النقابي صفر عارف شو انا بحكي لك الجانب الشخصي الان يا اخي بسام هي القصه في كل مشاكلنا في البلد قصه الضمانه والثقه يعني عشرات الاتفاقيات وقعتها الحكومه مع النقابات وين كانت تبدا المشكله اخي بسام عند التنفيذ يعني هذا اعتقد ما يعني من خلال انا كمان بشوف يعني وبيطلعوا معنا مشكلتهم كمان في ثقه في الثقه في التنفيذ تخيل الثقه طيب شو رايك ان يا ريم بده يتوقع اتفاقيه بكره بدون المجلس الدوري والفصائل مع صح؟ مين يعني مع افرض مع المعلمين مع اي جهه اليوم تدخل اعلى سلطه في البلد انا بحكي لك اياها اليوم في حزب حاكم تعرف اللي اعلى من تشريعي اليوم المجلس الدوري اعلى سلطه في البلد لها راي تدخلت وما ضمنتش تخيل طب مين بكره بده يجي لكم الضمان يعني بدكم تجيبوا مين المجلس الامن
بزبطش. فلهالسبب دخول المجلس الثوري للضمان مع فصائل مع مؤسسات هو تعطيكم الثقة والحماية والدعم للمعلمين. هلا إذا ما أدركوها هاي يدركوها. واثنين أنا بقول لك شغلة، إحنا اليوم اللي دافع اللي المجلس الثوري أو اللي بالناس الحريصة والفصائل، طبعا إحنا هذا جهدنا في مؤسسات الهيئة المستقلة وأخونا عمر عساف ومجموعة كانوا شغالين صار لهم فترة في المبادرات. هذه المبادرات يعني ما توقفتش من الجميع في أمناء عامين والفصائل دخلوا بالمفاوضات. فالقصة إحنا اليوم أنجزنا إيش بنقدر نحققه، واعتقدنا إنه دخول المجلس الثوري، ليش أدخلنا؟ يعني في ناس تظل يقول لك المجلس، لأنه ليش إحنا دخلناها على المجلس الثوري؟ مشان الضمانة، ولا أنا وياك يا ريم نقدمها ما دام بيوافق عليها الطرفين، بس إحنا بدنا نسميها وندخلها على المجلس الثوري عشان يكون ضمانة المجلس الثوري. أيوة، مشان نحمي إنه أهم إشي أهم بالموضوع واحد، أن نحمي الديمقراطية للانتخابات الاتحاد العام للمعلمين التابع لمنظمة التحرير الفلسطيني. تمام أخي بسام، أهم بندين قبل ما أنهي معك تضمنتهم المبادرة عشان يعني تلخيص سريع لما قلناه، هو عن آلية صرف العلاوة 15% اللي ذكرتها، وعن إجراء انتخابات نقابية خلال 3 أشهر. هدول أهم بندين يعني، أو هدول البندين الرئيسيين. صحيح؟ صحيح. طيب شكرا، شكرا لك أخي بسام زكارني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كنت معنا عبر الهاتف وتحدثت عن البنود الرئيسية لمبادرة المجلس الثوري التي قدمها من أجل حل أزمة إضراب المعلمين.